للأسف أنه صحتنا البيولوجية والنفسية هي عرضة دايما لكثير من الشوائب ولكثير من الضغوطات، وبهذا الزمن اللي عم نعيشه اليوم، زمن التفجيرات أيضا للأسف، زمن اللي عم يكتر فيه الإرهاب وعم يتنقل بين عصمة إلى عصمة تانية، بطل عنده لا زمان ولا مكان محدد. بعتقد في حال من الخوف الجماعي إذا صح التعبير، عم بتشوف كثير من الناس، كثير من الناس عندها خوف، ونسبة الخوف عم تختلف من شخص لآخر لعدة أسباب. نحن وياكم أكثر اليوم رح نتطرق هذا الموضوع برفقة الاستشاري والطبيب النفسي دكتور باسكال رعد. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك جو، يعطيك ألف عافية. واشتقنا بداية لك دكتور باسكال. موضوع الخوف اللي اليوم هو بعتقد موضوع أساسي وصار موجود بداية، كيف بتعرف الخوف؟ شو يعني إنسان بخوف عنده حالة من الخوف بسبب اللي عم بيصير؟ في كتير عالم بيقلك أنا عامل ستريس ماني خيفان، في عالم بيقلك عامل فوبيا، يعني خوف كتير قوي وهلع أكثر بكتير من الخوف. نحن منعرفه كعاطفة بتجي على الإنسان مفاجئة تدفعه إنه ينتبه لخطر بده يجي عليه. نعم. في خطر بده يصير وإنت عم تتحضر له، كله له علاقة بردة الفعل. إذا أنت عم تشارك بعملية عسكرية وردة فعلك باردة، أنت ما في خوف مع إنه عم تشارك بعملية كتير خطرة. صحيح. وفيك أنت تكون قاعد بالبيت وتسمع شيء عن جارك راح على المستشفى تنهار نفسيا كلك سوا. دونك يصير عندك خوف كتير قوي لشيء كتير خفيف. دونك ردة الفعل هي الأساسية. نعم. وهيدي نشتغل عليها، أنه نشتغل على السيطرة على ردة الفعل عند الإنسان. نعم. تحت الخوف تدريجيا ننزله لمنطقة ستريس ولل. نعم. وردة الفعل هي عبارة عن شيء بيصير نتيجة تركيبة معينة بيولوجية. يعني صح. في مناطق بالدماغ بتتحرك أوقات بطريقة واعية وأكثر بطريقة لا واعية. نعم. وبتفرز مواد بالجسم بتخليك تتحضر ونوعا ما تصير بحالة أليرت إذا بدك، كأنك حذر. دونك بيزيد دقات قلبك، نفسك بيزيد وإلى ما هنالك. حتى عملوا دراسات عند العسكر بالدول اللي فيها حروب وهيك، لاحظوا أنه نبضهم العادي أعلى ب 30 دقة كل الوقت من العادي. وهيدا بيدل أنه الجسم إذا بتعرضه للخوف بطريقة مستمرة بتأذيه. وهيدي هي الفكره اللي نحن بنقولها، انه الخوف اللي عم يعيشوه العالم هلا، عم نحكي خوف الارهاب بس في كذا نوع خوف. صحيح. عم يؤدي انه اجسامنا تتعب واكيد نفسيتنا تتعب مع الوقت بشكل مستمر. دكتور، يعني اليوم الخوف اذا بدي مثل حكيت انا خوف جماعي، لانه فعلا يعني بغض النظر عن نسبه الخوف، ولكن كلنا يعني في قلق، اذا ما في خوف على القليله في قلق. واللي بيقول لك انا مش خايف بعتقد بينه وبين نفسه اليوم انه ما حدا ما بيخاف من انه يروح لا سمح الله بهجوم ارهابي. واللي اليوم بعتقد للاسف يعني في احتمالات، في احتمالات. كيف فينا نعرف عن الخوف الجماعي؟ خبرك شغلي، أول شيء خوف الإرهاب ليه أكثر من العادي؟ مع أنه إذا بتاخد يمكن نسبياً ما بيقتل أكثر من غيره. طبعاً. بأمريكا عملوا حسابات العالم بتموت إذا زحطت بالحمام أكثر من الإرهاب بكل أمريكا. بس الإرهاب بكلف 150 مليار دولار تحضير وشغل، ما بعتقد حدا بيتكلف هالقد كرمال حمام إذا زحط فيه. صحيح. المشكلة أنه في إنسان عم يقتلك. والخوف من شخص تاني مثلك بشري عم هو يقدم على شيء كتير بيختلف عن الخوف من أنه تصحط سيارتك انت وتفوت بحياة، او مثلا كارثة طبيعية عاصفة او فيضان او هيك. وقت يكون في انسان هو سبب القتل، هيدا كتير بيأثر بنفسية الانسان وبيعرضه لمقاسي اكتر ولتفسير فلسفي للي عم بيروح كتير بعيد. نعم. تانيا في فكرة انه ما عم نقدر نفهم السبب، وهيدي بيقول لك بدي القط شي حدا عايش تعرف شو السبب. بتلاقي انه الاسباب نحنا ما بنفهمها. يمكن الاسباب العلاقة بالبروباغندا، يعني بدو نعمل دعاية إجرامية وحشية كبيرة لمجموعة معينة. صح. لحتى تشكل عنصر خوف للمجتمع. صح. بشكل مين عام. مين بيقول إنه هلأ مثلا بهالفترة القاعدة ما عم بقى أحدا يحكي فيها عشوي، صارت كتير outdated. صحيح. صار هلأ الهد، صار أنا مجموعات أكتر اليوم. أكيد. داعش هي، داعش هي الهد هلأ. ليه؟ لسه كلها تماما. لأنه الإجرام والوحشية عم تزيدها بطريقة. نعم. تتعمل تأثير أكبر تجيب مجندين اكثر. صحيح. وحتى تفرجي انه وحشيتي ما لها حدود، لحتى تعرف انه هي عنصر القوه، يعني هي نحن القوه. صح. نحن الموجودين. بتبلش هذا الشيء من لما تم حرق المساجين وبعدين تصفيتهم على البحر، جميع الوسائل اللي علت فيها ليفل الارهاب اذا صح التعبير. نحن براينا هي الهدف تزرع الخوف فيك وتخليك تستسلم. وراح اعطيك فكره، بتعرف انت الهجمات اوقات عم تصير بكذا موجه، ما عم تصير بموجه وحده. يعني مثلا بيجي ثلاث ارهابيه او انتحاريه، بعدين بيجي غيرهم ثلاثه او اثنين، مثل اللي صار مؤخرا بالقاع، يعني مثل مثلا انفجارات المطارات اللي عم تصير. وهودي بيجي اول انفجار العالم بتصرخ، بيجي ثاني انفجار بتسمع صمت كامل
العالم بعد تاني انفجار في شيء بينبلع فيها، الخوف بيصير شديد لدرجة بطل تتحرك محلها، وهيدا هدف الإرهاب، يوصلك تسكت، يوصلك الخوف تبعك ما بقى تلفظ تمك حتى. لهيك إذا أنت بدك تيجي تشتغل عليها بطريقة موضوعية، بدك تحول الخوف تبع العالم لغضب. إذا بتحول الخوف لغضب بيصير فعال. الغضب هو شيء إذا بدك إيجابي، صحيح، في نوع من الاندفاع، متى الخوف هو شيء سلبي. نعم. تشاؤمي وبيضعفك على المدى البعيد. الغضب هو شيء أساسي لمكافحة الإرهاب، مثل ما عم بيصير اليوم ببلدة القاع، يعني الناس ما خافت، يعني ما وصلت لدرجة متقدمة من الخوف اللي خليها تبقى بأرضها وتبقى ببيوتها وتجابه هذا الإرهاب. صح، وهذا بيدل إذا بدك تيجي بتقول إنه أنا ما بدي خاف، طب هو العناصر الأمنية أو العسكر أو الجيش، طب ما هيدا عم يتعرض للخوف كل الوقت، عم طبعاً. يقدر يحول خوفه لغضب ومن بعده لردة فعل. وقت تحولها بهالاتجاه وتقدر تأثر، الخوف عندك بيصير ينطفي تدريجيا، وبتصير تعطي معنى للخوف تبعك اللي هي هلأ العالم ما كتير عم تقدر تلاقي لها معنى. صحيح، وهيدا أكيد بخوفك. نعم. بعتقد بنفس التفسير تبع دائرة تحويل الحاجات، ناس اللي عندها حاجات معينة بتحولها لإطار معين، الحاجات الجنسية وقت بنحولها لرياضية، بعتقد الخوف نفس الوقت بتحول شغلة من خوف إلى غضب. دكتور، اليوم بعتقد كتير عم نسمع انه نحن اللبنانيه عشنا الحرب، عشنا اقصى درجات الخوف، بالتالي نحن شعب عنا خوف ولكن بنسبه اقل كتير من غيرنا. يعني اليوم شفنا التفجيرات الاخيره اللي صارت بباريس، ايضا كيف كان في هلع عند سكان باريس، كيف ايضا كانت بلديه باريس عم تاخذ احتياطات معينه، كان في متابعه نفسيه، وكانه نحن اللبنانيه لانه عشنا فترات طويله من الحرب، ولانه بعتقد يعني ما حدا منا نسي التفجيرات الاخيره، ما حدا نسي الشهداء اللي سقطوا، وكانه نوع من حليت هيك بقول تعودنا. هيدي نحن بالنسبة لنا نظرية مرضية إذا بدك، نحن صرنا مرضى وهن الأصحاء. الصحيح هو الإنسان بخاف طريقة مزبوطة وبيتحضر وبيروح بيتعالج بطريقة مزبوطة. نعم. اللي هي بيعملوها البريفينج بعد المشكلة. صحيح. نحن أول شيء صرنا بيردين تجاه الخوف إذا بدك، بس في عالم بعد كتير بتخاف، بس كمان عم ننقل بجيناتنا وعم ننقل بتصرفاتنا خوفنا لأولادنا بلا ما نعرف. ما تبعد بالمشوار، ما تسهر بالليل، تمام، بعد محلات التجمعات. وبعد في أكتر بكتير، يعني بعد شوي رح نخوف الأولاد من المي ومن القعدة بكعب البناية لحالهم ويلعبوا، معقول حدا يعتدي عليهم، صار في خوف مرعب من كل شيء. وهيدا الشيء عم يؤدي إن أولادنا ينتقلوا هذا الخوف، خوف، وعم يعملوا فوبيا أكتر. ونحن منلاحظ إنه نحن اللبنانية ما عنا تقاليد تفيد تي في في ولد قاعد. ولد كنا من شوي عم نحكي بيشربوا كحول عمره سنتين بلبنان، ليه؟ تيعودوه اسم الله، وبيعودوه عيش المأتم وعيش الكذا وعيش القتلى يلي عم يصيروا قدامك. وهيدا بالنسبة لنا بعمر معين الدماغ البشري بعد ما منه محضر من ناحية التنظيم تبعه، إذا انضرب بعمر صغير بيقدر اللطشة تبقى لفترة كتير بعيدة. ولهيك مفروض نحن واجباتنا أولادنا نعلمهم الخوف بطريقة صحيحة، ما نخوفهم زيادة ولا نطلعهم أبضيات من عمر صغير يحمل السلاح والأوبس. يعني خير الأمور أوسطها مثل ما دائما منقول. دكتور، الخوف اللي منتشر، يعني بتشوف الخوف على أنواع، بتشوف بعض الناس اليوم بتخاف لنقول تظهر بالليل لأنه صاير معها شيء، يعني بتفكر أنه التفجير رح يصير بالليل، بتشوف بعض الناس لما يدق تليفونها شوي ما بتطلع، يعني مستغرب تطلع لتشوف الرقم أنه شو رح يصير في شيء. نحن الخوف من قسمه لكذا نوع. أهم أنواع هني خمس أنواع. أول نوع هو خطر، خوف الموت أو الانطفاء، تختفي. هو الخوف اللي بتحسه اذا وقفت على طرف بنايه عاليه وعم تطب لتحت، اللي هو انه انا بدي يصير لي شيء وروح، لانه كلنا بدنا نعيش اكثر ومنحب الحياه. ثاني خوف هو خوف اذا بدك بتر الاعضاء او خساره عضو من جسمك، وهيدا خوف كتير كبير وله علاقه بالتعذيب اللي بيصير، انه بجربوا يقططوا منك شيء، وهيدا الشيء وقت نشوفه نحن قلبنا بيوقف وقت نشوفه. دونك هيدي كمان. في عندك الخوف بعدين من فقدان الاستقلاليه والسيطره على حالك او حريتك، اللي هي نشعر فيه إذا انحبسنا، نشعر فيه إذا تزوجنا ونحن عندنا خوف من الارتباط، في كتير عالم عندهم إياها، اللي هي loss of autonomy، إنه تخسر هالشعور الحرية اللي عندك إياها. هيدا كمان نوع الحرية المطلقة اللي عندك إياها تخسر. صح. واللي هي أوقات نشعر فيه إذا خسرت شغلك وبطل عندك الاستقلالية المالية لحتى تصرف وتعيش، فبالتالي بعدين عندك الخوف من إيذاء، إذا بدك الأنا تبعك أو الشخصية الذاتية اللي بتصير من مثلا اذا غرت على مرتك، اللي هي نوعا ما شعور بالاهانه لحالك، هذا خوف انه تنهان بالمجتمع
او الاهانه الشخصيه هي عم تطلع بحاله ثانيه او في عندها نظره معينه. صح، هودي هن بالنسبه لنا انواع الخوف الاجماليه، وكل انسان عنده خوف بنقطه اكثر من الثاني. يعني في عالم عندها خوف اكثر مثلا انه تقدم على امور جديده، في عندها عالم خوف من الانفصال بتخاف تخسر حدا. صحيح. وفي عالم اخر هم اذا خسرت حدا بس عندها خوف ما سمعتها تتاثر. كل واحد عنده خوف معين وبيلاقي حاله بمحل معين. في حدا ما عنده خوف ابدا؟ يعني في حدا بالدنيا موجود عنده تركيبه شخصيه ما عنده خوف؟ ما في مجال. اذا بتقول انا باري تجاه الخوف من الاشخاص بتكون خايف على مادياتك، اذا ما عندك خوف لا على الماديات ولا على الاشخاص بتخاف على حياتك وما تعيش. دائما في محل الخوف بده يجي عليك، القوه هي كيف تقدر تعمل رده فعل مدروسه وما تفوت بالهستيريا يلي اوقات عم يفوتونا فيها لا اراديا عبر الميديا وعبر رؤسائنا السياسيين، مش بس بلبنان، نحن عم نحكي بكل البلدان. صحيح. منظومه دوليه هيدي، يعني عم نحكي ظاهره دونالد ترامب بامريكا اللي هي ظاهره مبنيه على الخوف انه جايين علينا اللاجئين والارهاب وهو وعم يقدروا يحصد منك فجاه بيظهر البطل، يعني ظهور البطل. وهيدا كله بذكرنا بادولف هتلر ب 30 بسنه 33 موجود كثير، يعني وصل على موجه الخوف تبع المجتمع. تمام. في عالم بيستغلوها واوقات رؤسائنا بيستغلوها، ما مفروض نفوت بالماس هستيريا يلي عم يقولوا لنا هلا راقبوا كل واحد على الطريق، اذا شفت شكله عريب دغري بلغ عنه، اذا شفت شنطه صرنا قاعدين كلنا بوليس كل الوقت، نحن بدنا نراقب ونشوف مين عم يغلط. بس هذا الشيء مش شيء طبيعي بهيك فتره دكتور، يعني مش شيء طبيعي بهيك فتره نكون عايشين كل مواطن خفير، مش هيك بيقولوا؟ هيدي هي طبيعي ولا لا؟ فورمولا تدل عايش بالبانيك. مفروض مش شغلتك انت تعملها، مفروض الاجهزه الامنيه الاستباقيه هي تقوم باللعبه كلها. بس في حالات استثنائيه وانت ما تكون عم تفكر بالموضوع، في حالات استثنائيه لا، يعني بتمروا على الدول حالات استثنائيه مثل ما اليوم بيقولوا لك بالمطار شفت شنطه بلغ. نعرف اوكي، بس انه وقتها انت تعيش الانسان بالمثلا في شاحنه سمعت من يومين قال في امبولانس ملغمه فاتت على منطقه، تماما المولات بده يستهدفوها، في طلع نشرة مخابراتية وصلت على شركة بلبنان يتفادوا منطقة، هيدي كلها هستيريا من الخوف يلي نحن بتضحكنا بمحل معين. ما كلنا عايشين بالخطر صرنا 1000 سنة، ايمتى لبنان كان رايق مثلا؟ عم بعطيك هلا اي بلد رايق؟ حدا بيسال جوع تركيا مثلا؟ يعني صار الخوف من بلدان كانت سوبر ري او امنه، سوبر امنه تماما. دونك ما فيك تستسلم لهالامور وما فيك تقعد تقراهم كل النهار وتضلك على الاليرتس عم تلحقهم على الموبايل ونضلنا عايشين هذا القلق، يعني في قلق نوع من القلق بيخلق عنا. انت عارف اللي عملوا ستاتستيك طلع في 9 بلدان بالعالم بس ما فيها نزاع مسلح من اصل 190، 9 بس. اف سو 181 بلد فيهم نزاع مسلح. دونك فعليا الخوف والخطر موجود كل الوقت، اذا نحن بدنا نضل نعيشه كل الوقت ابديت بدنا نضل عايشين. نعم. كل الوقت ببيوتنا. نعم. ومسكرين ب... صح. طيب دكتور، الناس اللي عندها حالات من الخوف اليوم بعد اللي صار مؤخرا ب يعني كمان 8 انتحاريين بيوم واحد ببلده، بلده القاع يعني، وبعد يعني مدينه كبيره بلده صغيره وبعد صح؟ يعني وفتره يعني خليني اقول كمان ساعات فصلت بين التفجير الاول والتفجير الثاني، بالمبدا صارت منطقه عسكريه والى اخره من تحليلات، يعني انه الناس كمان كانه في شوك انه كيف وصلوا، كيف اخترقوا، كيف فجروا. في ناس صار عندها خوف، يعني مثلا بتعرف اليوم كنت عم بقرا امبارح على الفيسبوك مقال من المقالات اللي بيقول انه ازداد التواصل بين الامات وابنائهم بعد تفجير القاع بطريقه سريعه جدا، ما تظهر، ما تشرب، ما تروح، ما تجي، نام بكير، اقفل الباب. بس في كمان نظريات بتقول انه بلحظات الخوف الشديد بينطفي الخوف فجاه، وهيدي لاحظناها من اشخاص ابطال قدروا بلحظه معينه يطلعوا من الخوف ويروحوا يهاجموا هالارهابي او يهاجموا حدا، والعالم تسالت انه ما بعمره هيدا الزلمه عامل شيء. نعم. طول عمره كان انسان عادي، فجاه صار عنده هالبطوله يقدر. صحيح. يهجم. او حتى الابطال هن الاهل يلي بيبقوا بمناطق الخوف. نعم. بلا ما يستسلموا ويهربوا، وهيدي بتدل على اذا بدك كمان لها علاقه بالعقليه الجماعيه. صحيح. اذا كل المجتمع والجامعه بتخاف بصير كل الخوف بينتشر وين ما كان. لهيك كمان الارهاب بيجرب يضرب المأتم، بيجرب يضرب المصلين بمراكز العباده، لانه
قوة الإنسان وقت يكون بمجموعة بشوف كل صحيح. العالم معه بتعرف بيعملوا بالعالم كله تجمعات يدعموا غير مناطق صحيح. دونك هيدي كثير مهمة وبعد ما شفنا هيك بلبنان كثير بس إنه مفروض نشوف أكثر يمكن بلكي للأسف. أهل العاصمة بيحركوا حالهم دونك هيدي بتدل إنه العالم متضامنين مع بعضهم وقت يتضامنوا العالم الخوف تبعك بصير ينطفي وهيدي أهم علاج إذا بدك للخوف الجماعي اللي عم تحكي عنه إنه العالم تتضامن مع بعضها وتكون كلها موجودة وتقدم على خطوات إذا ما قدمت على خطوات تشيل الخوف الخوف بدل مغروس بدل فيه. موجود هلأ في شغلة كمان اعتبر عالم عايشين بحالة خوف بدنا نعالجهم شو بتشرح لهم أول شيء قبل ما تيجي تقول له روح واجه الخوف وقعد منطقة فيها إرهاب وما تخاف بتفهمه أول شيء الواقع بين قدي خطر الهجمات أو الخطر اللي بده يصير وبين فعلياً قدي رح يصير يعني بتحسبها يعني بتجرب تحسب له إياها بالمنطق اللي هي هيدي هو ما بيحسبها ما بيحسبها بكل شيء مثلاً بخاف يسافر بالطيارة لأن الطيارات بيوقعوا بس قديش نسبة الطيارات اللي بتوقع بدك تشرح له إياها فعلياً وقت يشوف الواقع بيصير نظرته تتغير يعني وقت تفرجيه قدي الخطر الإرهابي موجود بالنسبة للواقع تبعه هيدا بالنسبة له بغير له كتير من المفاهيم هو ما بيكون شايفها هو بفكر الحدث بده يصير هلأ كل الوقت كل طيارة بده يطلع فيها بده يوقع بده توقع وأي مشوار بسيارة بده يشلحوني سيارتي ويعتدوا علي بتصير بالنسبة له الجنازاسيون موجودة هوس موجودة سو هيدي بدك تشتغلوا عليها وهي بدها جلسات أوقات وحتى أصدقائه فين يعملوا له إياها تيشرحوا له الواقع إنه منه موجود بهالقوة حتى يقدر يطلع منها ثانيا بده يجرب يرجع على الماضي تبعه وهيدا شيء كنت عم بحكي أنا وياك عنه للسبب يعني سموه الخوف من الخوف شو الخوف من الخوف؟ أنت وقت تخاف لفترات طويلة من أنت وصغير بيدخل الخوف باللاوعي تبعك رأيتك مثل بيجي بيقول لك جو طالب بزيادة معاش تيجي بتقلي أنا ما بطالب أصلا هاي نفسيتي أنت في عندك خوف الطالب يمكن والربع عندك من كذا سنة فسرته بطريقة منطقية أنه أنا زلمة محترم ما بطالب حقي زيادة أنا عم باخد حقي ما بطالب فيها بس هو في خوف عندك هيدا بسموه الخوف من الخوف اللي هو شيء قديم موجود عند الإنسان ما بيعرف ما جاي بدك تقعد معه وتحركش بالماضي تتشوف يعني بدك ترجع للسبب دائما بكل شيء نفسي بدنا نرجع للسبب الأساسي خاصة بالخوف إذا ما قدرت ترجع له للسبب الأساسي تبعه ما رح يفهمه بيصير هو عم يفسره بمنطق لوجيك وحلو صحيح. بتصير بتسمع بتقول شو عمي شو هالزلمة شو هالشهم شو هالشهم انه انا ما بعمل مثلا شو بعرفني بيقول لك ساعد حدا بيقول لك انا اذا ساعدته بعوده انه يكون خمول بيطلع لك بمنطق فلسفي بس هو فعليا انت عندك خوف يمكن انه تواجه ضعفك تقعد قدام حدا فقير وتعطيه وجه بوجه او تشيل من مصرياتك وتخسر لانه انت اصلا عندك كان يمكن. ضعف بمحل من المحلات ما فيك تشوفه قدامك هيدا بسموه الخوف من الخوف اللي هو اذا بدك باطني كثير عميق مفروض كمان الواحد يفوت وينطفوا شوي بينفك شوي براغي شوي. نعم بالضبط. دكتور كنا عم نحكي عن التضامن الجماعي مع الناس كيف انه بنشوف مظاهرات قدام سفرات قدام والى اخره لحتى يقولوا نحن متضامنين قلت هذا نوع من العلاج للخوف اللي عم نشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي من تضامن من قبل الناس هل بتحطه بالاطار الايجابي او السلبي او كيف بتفسره مهضوم يعني بيعطي مثل بتبعت الاي كاردز بالمعايده تبعت له كارت على الايميل من زمان وهلا صار ما بيعنوا فعليا الحضور القوي اللي بتعمله فيك تعمل بدك تكون موجود جسديا وفعليا ويمكن اذا مش على الارض هون على الارض فوق بدك تعمل شيء يبين ويحسس العالم انه انت عم تشاركه حتى لو في خوف هلا يعني يكون في سلوك اللي بقصد صح وبده يكون عم تعمله على الارض وعم تعمله عم تضيع وقتك وقت انت تكتب كلمه بتاخذ مش عم تضيع وقتك على الميديا ما عم تاخذ شيء معك تماما بس انت شاركت وكتبت تويتر مهضوم ما بيعني شيء هيدا دكتور حكي كثير مهضوم وصلس بس ما بيشبع عين ما بيأدي الواجب المطلوب منه اذا صح التعبير مع انه عم نحكي عن الخوف اليوم بنسال بيننا وبين نفسنا انه هذا الارهابي اللي بيفجر نفسه يعني بتعرف نحن اليوم اذا حدا بشوف في خطر 1% على حياته باي محل موجود فيه بيتفادى يوصل لهذا المحل اذا في محل مش عم بيقوصه عم بفرقعه بتحس انه انت ما بدك تقطع بين الفرقعه لانه معقول فرقعه بالغلط تصيبك بمحل معين نتفادى الخوف يعني ما حدا منا بحب يموت وكلنا عنا اذا بدك هيك رغبه صح. الحياه اكثر اكيد الخوف من ننطفي من الحياه تماماً. شيء خوف كثير كبير ما بدي حلل شخصيه الارهابي اللي عم بيقتل نفسه هيدي جلسه لحالها ولكن بسؤال سريع بالخوف طب هيدا مقطوع عنده قلت لي ما في انسان ما بيخاف مقطوع عنده حس الخوف بالوجود بالحياه ليك الخطر مش عنده خطر هو اللي عم بيعلمه هالشيء نحن هودي الاشخاص اللي عم يعملوها نعتبرهم مضللين عالم عم يلعب لهم عقلاتهم
الشاطر هو الورا القاعد الذكي اللي عم يقدر يتصيد هو بكل ذكاء ويعملون هيك. دونك اذا بدك في فبركه بتصير بين شخص كتير ذكي وشخص كتير ضعيف وضايع ومريض نفسي. سيطرة. اذا بدك في سيطره عم بتصير كتير قويه. رح اعطيك فكره، في شخص مره اجى جلسات تيتعالج عندي كان عصبي، نعم، واشتغلنا على جلسات بس بالحكي البسيط جدا، ما في تحليل ما في علاج قوي. بعد شي 10 جلسات على كم شهر قال لي كتير تحسنت، مع انه ما اشتغلنا شيء. كنا عم نحكي بس وين عم يعصب، كيف نخفف التعصيب، لأنه كيف يتهدي، لأنه عالي يمكن. دونك صار في غسل دماغ عبر جلسات خفيفة ومتباعدين، نعم، على موضوع كتير بسيط. كيف إذا أنت جبت شخص قعدته 24 ساعة بجرده بمنطقة محمية وقطعته، نعم، عن عائلته كله 24 ساعة عم تشتغل عليه فكريا باتجاه انه ما تخاف من الموت وهيدا طريق الى شيء معين اعلى والى ما هنالك، يعني لعبت له على وتر كثير حلو وحساس بتقدر تشتغل عليه. دونك غسل دماغ هين بجمعتين ثلاثه بتخرج واحد، ولهيك عم نلاحظ انه شو هالقصه، كيف عم يجيبوا هالكميه الكبيره. نعم. في كثير عالم ضعاف وتعبانين وصغار بالعمر. نحن دائما بنلاحظ اوقات انه اذا بنلاحظ انتحاريه هن منهم بال 50 و 60، غريب، هن صغار. ايه صغار، هن صغار. طيب لاحظين هالشغله. نعم. ال 50 60 بيروح تعمل عمليه اوقات بيتردد، بيوقع هونيك بيسلم حاله بيرجع. هذاك عنده دفاع اكثر، عنده اكيد عنده حالات وبعضهم كثير. طيب طيب دكتور، غريزه الحياه اللي موجوده عندنا كلنا، يعني اليوم كلنا عندنا غريزه الحياه، انه غسل الدماغ بيوصل لمرحله انه بيقتل غريزه الحياه وبيقتل الخوف من الموت. ايه صح اكيد. اف شو لك عم لك، اذا بتشتغل عليه لفتره خلص بتشله الخوف نهائيا. مثل عند حيالله انسان عنده خوف من شيء معين وبتشتغل عليه وبتشيله اياه بطريقه ايجابيه، دونك هيدي عم تشتغلها بطريقه سلبيه حتى توصل لهدفك. نعم. دكتور سؤال اخير، في كثير من اذا بدي اقول الامور اللي بتريحنا لما نخاف، يعني بتعرف ناس لما بتخاف بتلجا للصلاه، بتضوي شمعه، في ناس تسمع موسيقى، في ناس بركي بتاخذ فنجان قهوه، يعني كل حدا عنده اذا بدي اقول شعائر معينه بمارسها لما يحس بالخوف لحتى يروق. هل هذا الشيء صحي او هذا الشيء هو مثل ابره؟ عم تحكي خوف، عم تحكي انسان عنده ستريس، مزعوج من شيء، بيعمل محاولات استرخاء ولهو بسيط. انت هلا مثلا اكيد منك خيفان مثل الانسان كان بالقاع من يومين وصارت القصه عنده، لانه ما كنت هالقد على تماس مع الموضوع. نحن خيفانين بس خوف بسيط جدا، ستريس بنعتبره. اكيد اللهو والاسترخاء وكل هالقصص بتساعد، واللجوء للصلاه بيقويك وهي، بس القاعد باللعبه في عنده مواجهه الخوف، مواجهه الخوف هي الحل الوحيد والنهائي. بس اكيد بده يكون في مثل ما قلت لك حكي قبل تا يقدر يشيل العناصر تبعه اللي عم تذبذب وتتعبه، وكمان تدفعه كيف بده يواجه بطريقه صحيحه. طمع. يعني ولد صغير ما فيك، اللي عم يخاف ولد من سلايد باللعب ما فيك تقول له بدي اطلع خطك فوق وكبك، بس اذا بتلبسه سوبرمان وبتفتح له الكاب وبتقول له انت سوبرمان وهلا بدنا نفز مثله، بينط بسرعه، بتعمل له غسل دماغ، بتعمل له غسل دماغ، رول موديلينج على شيء كثير قوي وبريف بيقدر يعملها اصلا. هيدي عم تعتمد كثير عند الاولاد، خاصه هلا مع كاركتير الكرتون بتعيشوا اياها، انه هو مثله تيقدر يحارب خوفه وبتزبط معه. نعم، انه هو البطل واللي هو بيختلف. يعني بدك تعتبر الولد عنده اكثر خوف، بيصير فجائي من قصص ما كان عنده اياها، مثل الحيوانات، مثل المي، مثل الزحليتات وهيك. المراهق عنده خوف مختلف اللي هو مواجهة الحياة وقتها بده يفوت مع اصحابه، اللي هي هي ملاحظة عند الكل. صحيح. كيف يفوت بعلاقات، يعني مثل ما ذكر الدكتور اجتماعية. الخوف على انواع وعلى درجات، الموضوع طويل يمكن وبطول اكثر، حاولنا هيك نغطي قدر المستطاع. اهلا وسهلا فيك دايما الطبيب والاستشاري النفسي دكتور تسكر رعد، شرفتنا بصباح لبنان. شكرا لك.